دلوقتي زينة القمر عامله لنا ميني دونات وانا بسخن الزيت اهو، وحبيبتي هديه تستاهلي كل خير بجد، كل سنه وبنوتك طيبه عقبال ما تشوفيها عروسه يا رب. بصوا بقى، لو انا ما عنديش هفترض زينه بتعمل اهي، عايزين نقول مثلا انا ما عنديش قطاعه دونات كبيره، ممكن اعمل بدي وممكن اعمل باي كاب مثلا، يعني اهي دي بتاعه البيض لو تفتكروا بنعمل بيها البرجر، دي برده ممكن تبقى لطيفه. وممكن اخد واحده زي دي اعمل كده صح في النص، مش الجيش قال اتصرف برضو. طيب دول بقى بيتباعوا في محلات الدونت لوحدهم، بيبقوا في كابس كده معمولين بالشوجر بالسكر البودره والقرفه، فزينه بصوا بتجمعهم هنا عشان نبقى نقليهم وياكلوهم كده بالتوسبيك او باي حاجه سريعه. هعمل لنا الكبار مع زينه هنا عشان حبيبتي ما يبقاش كتير على ايديها. تسلم ايدك يا روح قلبي، يا سلام. وانا اوري حضراتكم دلوقتي صوص الشوكولاته البيضاء وصوص الشوكولاته اللي احنا عملناه. بصوا ده صوص الشوكولاته البيضاء اللي احنا عملناه باللبن الباودر، حاجه برضو يعني مختلفه. وده الصوص بتاع الشوكولاته، طبعا اللي عنده شوكولاته خام خلاص تمام مش هنحتاج حاجه من دول، بس انا قلت اعمله للي ما عندوش شوكولاته خام في البيت، هتبقى لطيفه. وطبعا استخدمنا الفانيليا الخام في الاثنين. طيب تسلم ايديك يا دودي قلبي. انا قولي لي بقى، بدا يتكلم اخوكي بيتكلم يعني هو بيقول دلوقتي بيقعد يقول لو احنا مولعين الماتش بيقعد يقول اهلي. لا والله، يعني اول ما نطق الولد قال اهلي على طول، راجل عنده رياليتي عنده كده انتماء انتماء للاهلي. طيب لو عايزه تبعتي رساله ها تقولي فيها يعني حاجه حلوه لقناه الاهلي وانت موجوده فيها ولكل مشاهدين قناه الاهلي، تقول لهم ايه؟ بقول لهم انا بحب الاهلي قوي وبجد انا بحبكم قوي. حبيبه قلبي تتمني كل الخير والتوفيق للنادي الاهلي. طيب هسالك بقى حاجه، لو عايزه توجهي الرساله وتقولي انت نفسك في حاجه تتحسن في التعليم او نفسك تبقى سهله عليكم قوي وانتوا بتدرسوا، ايه اكتر حاجه ممكن تتمنيها؟ نفسي ان المواد الحاجات يعني نفس العربي يبقى سهل السنه الجايه. يا حبيبه قلبي النحو يعني. اوكي، وايه كمان؟ بس كده العربي بس والفرنش كمان. فكري كويس يا زينه، فكري، احنا بنتمنى حاجات مهمه. والفرنش كمان. والفرنش كمان ماشي. حبيبه قلبي طيب بصي بقى، انا بدات انزل وحدات كده، انا عايزاكي تتكي، هاخد بصي شفتي دي انت اتكيتي عليها حلو فطلعت ازاي، ايوه كده عايزاكي تتكي بايديكي عشان تعرفي تفصليها عن العجينه الرئيسيه. شطوره، ايوه بقى حطي، بس انت بلاش عشان ما تحطيش في الزيت. انا احسن ايه، مامي تقول احنا خدناكي نحط لك حاجات وحشه وبنعمل حاجات نوتي. طيب ثانيه زينه، هي كده كده عشان ده الحد من الناحيه دي ماشي، عشان كده هي ايه ما ظبطتش. بصي بقى كده اهي، نعمل بقى الميني ده، الميني ده صغنن قوي وجميل صح. تعالي بقى نطلع شويه من اللي احنا مجهزينهم. بصوا بقى احنا عندنا شكلين، طبعا احنا مش عايزين نطول على حضراتكم عشان برضو يعني نلحق نقول الافاده من الموضوع. اي سكر عايزين تلونوه، احنا السكر ده ملونينه، الاحمر والازرق اللي حضراتكم شايفينه ده اهو، شايفين ده وده، كل ده بتشتروه من بره يعني موجود، لكن احنا لوناه في البيت فعملنا فيه بالفود كالورينج اللي هو الجل، نقطه ونقطه، وفي منه الوان كتير قوي، وعملنا السكر الجميل ده. انا علشان هستخدمه على الدونت وهيبقى محتاجاه يبقى مندي شويه فما دخلتوش فرن انشفه. لو حضراتكم عايزين تحتفظوا بيه من غير ما يحصل له اي حاجه ادوله بس تنشيفه خفيفه على نار هاديه في الفرن، هيبقى عندكم وركبوه في برطمانات يبقى عندكم حاجات جميله في البيت جدا. بصوا احنا عملنا كذا لون كذا درجه. عندنا الشكل ده، القطاعه الجديده دي اللي احنا قطعنا بيها زي دول بالظبط، لكن دي على شكل هلال، دي هعملها حادق ودي الفكره من الموضوع. وادي الدونات اللي احنا اتفقنا عليه هنعمل منه شويه بالشوكولاته. تعالي بقى يا زينه هنا لو سمحتي، انا ايه هستسمحك، هتعرفي تنزلي واحده هنا انت لابسه الجلافز، استني بقى عشان اجيب لك طبق صغير. خلاص خليني ايه اجيب لك طبق من هنا تحطي لنا فيه، طبق امور زيك شفتي، استني بس اطفي هنا عشان انت ايه الحراره ما تضايقكيش روح قلبي. بسم الله، انا هحط ده هنا وانت الطبق جنبك عشان ما تقربيش من النار. طيب هنعمل كده زي ما انت عارف، خلاص الزيت يكون متوسط، انا هبدا بقى ايه احشي الحادق.
عندي بقى مثلا تركي، عندي مثلا لانشون، عندي بسطرمة، عندي بيض. عايزة أقول إن الدونت ده بقى أصلا عجينة أصلها هولندية، دي حاجة، وهم على فكرة اللي نقلوها للأمريكان عشان بس حضراتكم تبقوا عارفين، فأصبح من الحلوى الأساسية الرئيسية في أمريكا. بصوا بقى، وده الكبير، بس احنا لما هنيجي نعمل التحمير في البان هناخد كل المقاسات اللي قد بعض مع بعض علشان يطلعوا نفس التسوية. والمقاسات الكبيرة، ايوه ممكن بقى. بصي دي البسكويت اللي انت بتحبيه، عايزه تحطيه على اللي بالشوكليت، ايه رايك؟ يا خبر، بتوع زينه حلوين حلاوه، يا نهار ابيض. طب خدي بقى زيني بالده، ده البسكويت الشوكولاته مشهور قوي، وعايزه اقول لكم يعني بيتباع غالي. تعالوا بقى انا احشي الحادق مع زينه، عندي كده سكينه منشار، ودي فكره لطيفه دلوقتي يعني موجوده وبيتعمل عليها اوفر، تاخدوا اللاتيه او الكافي او الحاجه معاها واحده دونت حادق للفطار او توست زي ما بتختاروا. فتعالوا بصوا بقى، هفتح من الظهر اهو، هنا اهو شايفين، جميل جدا، فكره رائعه كمان للمدارس، مش بس ان احنا نعمله حلو عشان الاولاد يبقوا مستمتعين. وتعالوا بقى هاخد الحشوات الحادقه دي اهي، ادي احط على الشوكليت البيضه. لا هديكي بقى حاجه ثانيه للشوكليت البيضه، ايه رايك تحطي عليها من الفارمسال الملونه، وتاخدي عليها كمان من ده، من السكر اللي احنا حاطين عليه لون بينك. بصوا كده، هناخد التركي، يا سلام، هنحشي بقى هنا بالتركي كده، شايفين ازاي؟ وممكن نحط كمان شويه من الشيدر، وعايزين تدخلوه كمان الميكرويف، يا سلام، تدخلوه براحه حضراتكم خالص، يسيح وتبقى ملتد. دي حاجه لطيفه. في بقى هنا انا مجهزه شويه، احنا هننزل مقاديرها لكن انا اشتغلتها قبل كده فانا مش هشتغلها تاني مع حضراتكم. هي صوص الجبنه الشيدر عملناها قبل كده بالكريمه بالدقيق والزبده، هنزل مقاديره لو عايزين تعملوه مكان تاخد شكل مكان الشوكليت، هوريكم ازاي دلوقتي. انا خلصت. خلصتي؟ طيب هديكي تاني، تحبي تعملي واحده من الهلال ده كمان تدي شكل حلو، ايه رايك؟ يبقى واحده كده كلهم فيه مدورين، وواحده هناك كده هلال باللون اللي انت عايزاه. نعملها وايت ولا اللي انت نعملها ايه؟ دارك. اعمليها دارك. يلا انا راضيه جدا، مبسوطه انا بالدارك، بحب الدارك زيك بالظبط. طيب لو عايزه تبعتي رساله لماما تقولي لها ايه يا زين؟ لا انا بحبك قوي وكل احلامي بتتحقق معاك. حبيبة قلبي، لو تبعتي رسالة لبابي بقى عشان ما ننساهوش هتقولي له ايه؟ هقول له بحبك. بحبك بس؟ بحبك وانا بحبك قوي علشان انت بتحبني قوي قوي قوي، ونفسي يعني يدي لك ربنا يديك طول العمر. قلبي عمري انت. اصل انا ضعيفة جدا جدا مع الأبهات، عندي مشكلة بجد. طبعا ربنا يخلي كل الأمهات والأبهات اللي في الدنيا، بس أنا بجد بدعي لهم من قلبي بجد، وارجوكم ولي عندكم طلب اعرفوا قيمتهم كويس جدا، لانه الاب والام دول مفيش زيهم في الحياه، ومهما كان في عيوب قد نكون احنا شايفينها في الحقيقه، لكن كل ده يهون، لانه هم حاجه الواحد ما بيعرفش قيمتها الا لو لا قدر الله فقدها. فانا بدعي لحضراتكم بجد ربنا يسعدكم ويخلي اولادكم تفرحوا بيهم وتسعدوا بيهم وتبقوا دايما سند وظهر ليهم، وخلوا بالكم من اهاليكم، اوعوا ابدا في يوم من الايام تقسوا عليهم ابدا اي ظرف حصل، لانه يعني ما تعرفوش دي قيمتهم كبيره قد ايه بجد والله. فانا اسفه جدا ان انا يعني ده حصل، لكن زينه حبيبتي بجد انا مبسوطه بوجودها، واسفه ان انا يعني غصبا عني افتكرت، لانه انا بجد مفتقده جدا بابايا، بحبه جدا وبحب مامتي اكيد، بس كان ارتباطي بابايا اكتر، فعشان كده انا بس شويه اللحظه دي كانت شويه يعني. بصوا بقى الصوص، احنا هننزل المقادير بتاعته، هو بسيط وسهل جدا، وطبعا الميني دونت اهو بدا يستوي. بصوا بقى الصوص خفيف وهو كده،
اي نوع جبنه عند حضراتكم، انا بفضل الشيدر، هي بتدي مطه حلوه، بتدي لون حلو، ونقدر ندعم كمان باي طعم انتوا حابين سواء كريمه او لبن. لكن بصوا الميني دونت جميله ولطيفه، وعلى فكره كحجم هي مناسبه للاطفال، يعني اقصد ما ياكلوش نسبه سكريات كتيره بالميني دي، فافضل نعملها. ممكن نحشي دول بقى، انا افتح لك دول يا زينه، ايه رايك؟ اوكي. وانت تحشيهم لي؟ طيب نحشيهم بقى بالتركي، وانا هنزلهم لك كمان في القهوه. اتفضلي يا حبيبه قلبي كده، هنا كمان. حلوه الفكره دي. يعني انت لو هتاخدي في اللانش بوكس ممكن تاخدي ده معاكي؟ اه. هتاكليه وهيبقى حلو ولا هتقولي لا عشان برد؟ لا هاكله علشان هو بيبقى طعمه حلو. طب الحمد لله. لو عايزه تحطي بقى تشيدر، بصي بصي هنا كمان في حاجات حلوه قوي. في اللانشون، انا هشيلك بقى دول كده. في هنا اللانشون، بصي دول اللي زينه الجميله عملتهم. وفي كمان فلفل الوان، بصي. وفي التركي تاني المدخن لو انت عايزه، بس احنا بقى هنعمل شكل عليه تجميلي جميل قوي كمان، هوريهولك دلوقتي. اول بس ما الجبنه دي تسيح والدنيا تبقى جميله. وانا لازم احط من ده؟ إيه عايزه تحطي من ده حطي، عايزه تحطي عليه فلفل الوان براحتك، انا بقى سايباكي شيف زينه تتعامل زي ما هي عايزه. وانا هبص على الدونت، بصوا شايفين؟ وخلاص هناخد بقى، بصي خلاص التشيز اهي، هننزل كده في بوله، ادي الصوص الحادق اللي احنا عملناه بالجبنه، وزينه هتحطه هنا. وايه هناخد بقى من الدوناتات اللي هم دول، ممكن نعمل كده شايفين بصوص الجبنه. خليني اخد الطبق ده احط عليه عشان حضراتكم تشوفوا اكتر، ونحط عليه من ايه بقى، من اللانشون هنا كده شويه. ايه رايك فكره حلوه صح؟ ايوه. وشويه من الفلفل الالوان، فنقول يعني للناس ان ده حادق صح كده يا توتي؟ اه شكله جميل قوي، يعني مختلف برضو، شايفين الجمال؟ يلا انت اعملي لنا بقى وحدات تانيه. شلكتي، يبقى احنا النهارده عملنا صوصين شوكولاته سهلين في البيت. اخد دي هنحطها في التشيز، عايزه احط لها حاجه تاني؟ ماشي، ممكن احط لها شويه فلفل اللي انت عايزاه علشان يديها لون. حط لها. اوكي كده، الله اهي، حطي بقى عليها اللي انت عايزاه، ونروح نحطهم في التقديم بقى مع بعض. تسلم ايديكي يا زينه. قولي لي بقى انت بتلعبي رياضه معينه؟ بلعب سكواش. اوه يا سلام، لازم اروح معاكي مره بقى يا زينه، تعلميني معاكي بقى السكواش؟ لا ده حضرتك اللي هتعلميني. يا قلبي. طيب الحاجات دي ممكن تاخديها معاكي في التمرين ولا ايه الاخبار؟ اه ممكن ابقى اكلها في البيت. ممكن؟ طيب ايه مامي بتديكي عصاير معاكي في التمرين يا زينه؟ بتديني ساعات عصير تفاح. اوكي، وايه تاني؟ حاجات فاكهه يعني؟ وساعات بتديني فاكهه، ساعات بتديني اكل، ساعات بتديني عصير. طب انا عايزاكي تعملي بقى انت واحده في التشيز دي. اوكي. وتزينيها حلوه عشان نعملهم، بصوا شكلهم حلو ازاي؟ الدونت مفيش مكان في الطبق. طيب انا بصي انا هوسع لك هنا بس واحده كده مكانها، حطيها في النص، ايه رايك؟ شوفي هنا. واحنا كمان عايزين السبايدر، ممكن اخد من دي، نقلب بس كده الدوناتات دي، الحلوين دول طالعين قمامير. طبعا تقدروا كمان بالسكر والقرفه يبقوا روعه. الصغيرين اللي احنا احتفظنا بيهم دول حضراتكم ما ترموهمش، اللي هم الكور اللي في النص، اللي هم دول هتحمروهم في الاخر، بصوا بيطلع شكلهم روعه. اوريكم واحدتين كده، نعملهم بسكر بودره وقرفه، نعملهم بشوكولاته، نعملهم باي حاجه انتوا حابينها، تتحط كده في كبس الولاد ياخدوها نقنقه لطيفه كده، سناكس حلوه. بصوا بقى الجمال، اوه ماي جاش، ايه الجمال ده؟ شايفين الحاجات الحلوه اللي عاملاها زينه؟ تسلم ايديكي يا روح قلبي، انا اروح اودي ده كله هناك بقى، عشان بقى ده مش هعمل فيه اي حاجه عشان ده بتاع زينه اهو. شايفين الحلويات؟ واو. احنا طبعا مش هنرمي العجينه دي مش كده؟ اه طبعا. قولي بقى هتعملي فيها ايه؟ شيف زينه هتقول لنا رايها. هنلمها تاني ونفردها ونعملها دونتس تاني. برافو. طيب
تعالي بقى كده، هشيل انا ده بعيد عن الزيت عشان انا مش عايزاكي ايه يجي حاجه. عايزه تقولي اي حاجه اخيره يا زينه قبل ما نختم بقى حلقتنا النهارده؟ انا بحب مامي قوي قوي قوي، وكمان بحب جدتي، وانا وماما بنقعد نتفرج على الماتشات مع بعضينا. وايه كمان نفسك تطلعي ايه يا زينه؟ نفسي اقابل الكابتن بيبو. يا روح قلبي يا رب يكون سامعك دلوقتي، وان شاء الله في يوم تقابليه. وقولي لي بقى نفسك تكبري تبقي ايه؟ نفسك لما تكبري تطلعي نفسي ابقى شيف. نفسك تبقي شيف؟ دي هتبقي احلى شيف، احلى شيف في الدنيا. وهتفتكري الحلقه دي وهتبقى جميله ان شاء الله. انت عارفه ان انا فرحانه بوجودك معايا جدا جدا. انا اللي فرحانه. تيجي تروحي معايا النهارده، ايه رايك؟ نتغدى سوا في البيت. مش هقول لك عامله ايه عشان الناس اللي هنا يقعدوا يقولوا نيجي معاكوا كده. صح؟ هقول لك في ودنك، هقول لك في ودنك. اتفقنا؟ اتفقنا. تيجي ونقعد نلعب ونقضي اليوم مع بعض، وبعدين مامي تيجي تاخدك بقى، او مامي تيجي معاك، انا ما عنديش مانع على فكره. ايه رايك؟ انا بحبك قوي. يا روح قلبي انت نورتيني وشرفتيني. وادي الميني دونات اللي طلعناه برضو علشان حضراتكم تشوفوه. طيب انا بقى خلاص العجينه دي فعلا بنشيلها وبنلمها تاني، بس بعد قبل ما حضراتكم تفردوها هتسيبوها شويه كده 10 دقايق ولا حاجه عشان ترجع تاني تبقى لينه وسهله في الفرد. هنسيبها في جنب. طيب بصوا بقى الصغننين دول بيبقى شكلهم حلو ازاي، بيبقوا نقنقه لطيفه جدا، فما ترموهم. يا ماما نفسها تطلع وتقوم معاكي. يا نهار ابيض، المره الجايه ان شاء الله ماما زينه هتبقى معانا باذن الله، ونعمل حلقه حلوه قوي وتنورنا باذن الله. انا يعني مش عارفه اقول ايه، لكن انا مبسوطه بوجودك. هاتي هج بقى كده. حضن حضن جامد. قولي لهم بقى ايه، هنشوفكم بعد الاستراحه عشان الفقره الطبيه، وانا مبسوطه وباي باي.